بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرض تحييكم. النهاردة هنتكلم مع اللاعب برضه الظريف الجميل الأمريكي الجنسية، عن اللي هو لعب في بطولات، وأصل إيراني وله باع كبير جدا، هو أندري أجاسي. أندري أجاسي لاعب محترف، ولد في عام 77 1970، وبالتحديد 29 أبريل 1970. كان مصنف في الاول عالميا للولايات المتحده الامريكيه، يعني وصل للنمبر 1 كان في تقريبا يعني 10 ابريل سنه 95، وصل للمركز الاول على مستوى العالم، وكان له باع كبير جدا اندري اجاسي. حصل على بطولات جراند سلام 8 مرات، وكان وحصل على كاس الماستر سنه 1990، وتقريبا كاس الماستر ده دخل فيه 7 مرات يعني اشتلعب فيه، وخد فيه مركز متقدم جدا. كسب 17 بطوله في الماسترز برضه، اللي هي فيها 1000 نقطه. كسب حوالي 17 بطوله من الماسترز اللي هي النقاط بتاعتها بتصل ل 1000 نقطه في الفردي. اندريه اجاسي واحد من 5 لاعبين تنس في عصر التنس المفتوح كسبوا بطولات الجراند سلام الاربعه الكبيره، وواحد مع 4 كان في الفتره دي، كان معاه روجر فيدرر، وكان معاه رافائيل نادال، وكان معاه نوفال دوكوفيتش في الفتره دي. كسبوا في الملاعب الترابيه والعشبيه والملاعب الصلبه، يعني تاهلوا في اكتر من ملاعب، الملاعب كلها النجيله والصلبه والترابيه لعب عليها اندريه اجاسي. اندريه اجاسي ظهر وهو في سن حوالي 16 سنه، يعني بدا ظهوره في ساحه التنس لما كان يصعد، كان انا ذلك في الوقت الاول كان بيظهر قوي على الساحه الكبرى في لعبه التنس ايفان ليندن، وكان موجود بوريس بيكر، وكان موجود فجيه اجاسي مع الناس دي، اصبح له ظهور سريع جدا واصبح نجما بينهم، وذلك بفضل اسلوب لعبه. كان اسلوب اندريا اجاسي بصراحه يعني كان مميز جدا في لعبه، كان له لعب كده نظيف ومميز ونقاط في الملعب، وليه احترافات جميله جدا داخل الملعب، وكان مظهر اللعب بتاعه هو اللي خلاه دخل بين الابطال زي ايفان ليندن او بروس بيكر، وبداوا ان هو يدخلوه معاهم يلعب معاهم. ووصل التصنيف الثالث عالميا سنه 88، يعني هو كان في 95 وصل الاول، وكان في 88 وصل في بدايته بقى سنه 88 وصل، كان الثالث عالميا. ظهر في التسعينات اللاعب بيت سيمبرز قبله، وظل يلعب حتى ظهر اللاعب السويسري فيدرر، يعني هو عايز اقول ان هو قابل سيمبرس وقابل فيدرر وقابل الناس اللي هي ديت وبيتألق عليهم. بصراحة له تكتيك جميل جدا داخل الملاعب في أكتر من طريقة، وكان أندري أجاسي ليه نظرة داخل الملعب تلاحظ إن هو تملي، كان مسيطر على الملعب في ألعابه الجميلة سواء باحتراف أو فن. حقق في مسيرته التي امتدت حوالي تقريبا 20 سنة، اندريا اجاسي قاعد في الملاعب حوالي 20 سنه. كانت تقريبا خد 60 لقبه تقريبا، يعني فاز في 8 مرات في البطولات الاربع جراند سلام اللي قلنا عليهم، اللي هم الجراند سلام اللي هم رولان جاروس واستراليا المفتوحه امريكا المفتوحه والبلدون. خد فيها في استراليا خد 4 مرات، خد سنه 95، خد سنه 2000، خد سنه 2001، 2003، كل ده حصل عليه في استراليا المفتوحه. بالنسبه لرولان جاروس خد فيها 99، والبلدون خد 92، امريكا المفتوحه خدها مرتين، خد 94 و99. حقق حوالي 17 لقب في بطولات الماسترز اللي هي بنسميها احنا الاساتذه، في بطوله الاساتذه حصل فيها حوالي 17 لقب. طبعا هي زاد النقاط الالف اللي احنا قلنا عليها في الاول. احرز لقب الماستر كذا مره، يعني مره في سنه 60 فاز بذهبيه اولمبياد اتلانتا سنه 96، احرز لعب كاس ديفيز للفرق التنس مع منتخب امريكا تقريبا سنه 90 وسنه 92 وسنه 95. اندريا اجاسي من الناس اللي هي فعلا كان في عصره له رونق جميل، وكان ذات يعني زي ما بنقول نقه التنس الملموسه لاندريا اجاسي داخل الملاعب، وكان ليه باع كبير في داخل الملعب. اشكركم، شكرا.